بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله هنتكلم النهاردة على موضوع الـ Rapid Spanning Tree Protocol. الـ Spanning Tree Protocol طبعا خدت شوية وقت ومجهود، ف هل إحنا هنتكلم على حاجة جديدة خالص؟ لأ طبعا، الموضوع إن شاء الله سهل، والـ Rapid Spanning Tree والـ Spanning Tree قريبين جدا من بعض. يعني الـ Rapid Spanning Tree والـ Spanning Tree الاتنين بيختاروا الـ Root Switch بنفس الطريقة، اللي هي switch priority. لو switch priority واحد يختاروا عن طريق أقل MAC address. الاتنين بيعملوا election برضو، أو بيختاروا ال root port وال designated port بنفس الطريقة. الاتنين بيحطوا برضو بعد ما بيعملوا ال election ويختاروا البورتات، بيحطوا ال interface في ال blocking أو في ال forwarding state. تمام. طيب ايه بقى الرابت سبانينج تري بروتوكول؟ الرابت سبانينج تري بروتوكول ديت تقريبا من 2004. الستاندرد نيم بتاعها هو ال 802.1W. تمام. السبانينج تري ديت هي اللي موجوده باي ديفولت على السويتشات بتاعت سيسكو. يعني انا لو جبت سيسكو سويتش باعاده ضبط المصنع بتاعه، او لما يكون جاي من المصنع، بيشغل الرابت سبانينج تري بروتوكول. تمام. من غير ما انا اعمل اي تغيير ولا اي حاجه، هنلاقي فيه ان هو شغال بالرابت سبانينج تري بروتوكول. وانا برضو طبعا ممكن اغير الرابت سبانينج تري بروتوكول واشتغل بالبروتوكول اللي انا عايزه، بس دوت ايه الاعاد باعاده ضبط المصنع. الرابت سبانينج تري بروتوكول اسرع من السبانينج تري برضو. تمام. الماكس ايج تايم في الرابت سبانينج تري بروتوكول هو 3 هالو. احنا قلنا الهالو 2 سكند، يعني الماكس ايدج تايم هيبقى 6 ثواني. في القديمه، في السبانينج تري القديمه، كان 20 ثانيه. تمام. الرابت سبانينج تري بروتوكول بتشتغل فيها حاجه اسمها كيب الايف. الكيب الايف ديت بتتبعت مع الهالو، يعني السويتشات لما بتبعت هالو لبعض بتبعت معاها كمان كيب الايف. الكيب الايف ديت هي عباره عن ان السويتش بس بيقول للنيبور بتاعه هلو انا موجود. تمام. هلو انا موجود، هلو انا موجود، انا اللينكات بتاعتي كلها سليمه، مع الرساله بتاعت الهلو. طيب، اول انهانسمنت برضو او انهانسمنت تانية حصلت في الار اس تي بي، ان السبانينج تري بروتوكول القديمه كانت بتسبورت لحد 10 جيجا بت بير سكند انترفيس. الرابيد سبانينج تري بروتوكول بتسبورت ال 100 جيجا بت بير سكند وال 1 تيرا بت بير سكند. طبعا الفاليو ديت 2 مليون 2 مليار ما بتفرقش في اي حاجه، غير بس في موضوع السبانينج تري، ان انا اختار المسار بتاعي اللي انا عايزه، واقفل المسار اللي هو الكوست بتاعته عاليه. تمام. لكن ما بتاثرش في اي بي بروتوكول، ما بتأثرش في داتا بتتبعت. فالفاليوز الجديدة هي دي، 2 مليون لل10 ميجا بت بير سكند، وال100 ميجا بت بير سكند 200 ألف، وهكذا. تمام. فالجديد برضو زي ما قلنا، ان لو في عندي لينك ب100 جيجا او 1 تيرا بايت، هياخد باث كوست في الرابت سبانينج تري بروتوكول. البورت رول، احنا اتكلمنا عن السبانينج تري وقلنا فيها الروت بورت، ديزيجنيتد بورت، والديسيبل بورت. الجديد في الرابت سبانينج تري بروتوكول ان هي ضافت حاجه اسمها باك اب بورت والترنيت بورت. الالترنيت بورت دوت بيريبليس الروت بورت اف ذا روت فيل. الباك اب بورت ده ما بيشتغلش غير مع الهاب. تمام. تعالوا كده نشوف المثال بتاعنا لما اتكلمنا عن موضوع اللينك اللي وقع في الرابت في السبانينج تري القديم. احنا بنستنى الماكس ايدج والفورورد ديلي تايم لحد ما يخلصوا، عشان ايه؟ نغير البورت من ان هو يبقى بلاجد. تمام. للفورورد، لما يكون في ايه، لما يكون في حاجة حصلت او حاجة اتغيرت في الشبكة، او لينك اتقطع او باظ. طيب، في الرابت سبانينج تري البورت اللي مقفول دوت بيبقى اسمه الترنيت بورت. لو الروت بورت وقع، الالترنيت بورت دوت بيشتغل على طول. طيب، بيشتغل ازاي؟ اول حاجة،
لو اللينك وقع، لو مثلا لو فرضنا ان اللينك ده وقع اللي هو كل ده كده، لو اللينك ده وقع اول حاجة بيبعت رسالة سويتش 3، تمام، يقول له امسح الماك ادرس تيبل بتاعتك كلها. ليه امسح الماك ادرس بتاعك كلها؟ بدل بقى ما نستنى بدل ما نستنى الماكس ايدج تايم بتاع الماك ادرس، الماكس ايدج بتاع الماك ادرس تيبل مش بتاع السبانينج تري، بدل ما نستنى موضوع الماك ادرس لحد بقى ما يكتشف ان التوبولوجي تشينج ويحصل بقى الماك ادرس الماكس ايدج بتاع السبانينج تري وبعد كده الفورورد ديلي والانترفيس بقى تتغير، لا الكلام ده بقى مش هيحصل في موضوع الرابيد سبانينج تري بروتوكول. اول حاجه سويتش 3 هيبعت له رساله، تمام، بحيث ان هو يمسح الماك ادرس تيبل كلها ويقوم يتعلم الماك ادرس الجديده، تمام، حسب بقى البورت اللي وقع والبورت اللي شغال. وبعد كده الالترنيت بورت ده مش هيبقى مقفول زي القديمه، كان في السبانينج تري القديمه بيبقى مقفول خالص وما بيستلمش اي حاجه، معمول له ديسيبل، لا هيتبعت له رساله اسمها تي سي او توبولوجي تشينج، تمام، في ناس برضو بتقول عليها تي سي ان او توبولوجي تشينج نوتيفيكيشن، هتتبعت للبورت ده والبورت ده هيستلمها، مش هيقول له انا مقفول خالص ما اقدرش استلم حاجه، لا ده الفرق ان ما بين الار اس تي بي والاس تي بي. فاول ما هتجي له التوبولوجي تشينج البورت دوت مش هي برضو مش هيقعد ايه الفورورد ديلي اللي هما 15 ثانيه، لا هيبقى فوروردنج على طول. تمام، اللي تحت هنا ده ديت داتا معمول لها كابتشر من برنامج اسمه واير شارك. الواير شارك دوت هو عبارة عن برنامج بيقدر يقرأ الرسائل اللي بتتبعت بين السويتشات او مش بين السويتشات، لو انا حطيته لو انا شغلته مثلا في سويتش 2 وقلت له اقرأ الداتا اللي بتجيلك في انترفيس ديت، هيقرأ الداتا ديت، تمام، وهكذا. هو كل لازمته مونيتور، مراقبة للشبكة. طيب الباك اب بورت، الباك اب بورت دوت مبيشتغلش غير في حالة الهب بس، ويعني الهب ده ما بيبقاش موجود كتير في الشبكات، احتمال كبير قوي مش هنلاقيه. فكل اللي المفروض نعرفه عن الموضوع دوت ان الهب لما بنضيفه في الشبكة في بورت جديد بيبقى اسمه باك اب بورت، تمام، ودوت انترفيس عاديه معمول لها ديزيجنيتد. الباك اب دي بتعمل بس لو في حاله حصل ان الشبكه وقعت او لينك وقع بتشتغل على طول. طيب في حاله الهب ليه؟ عشان الكوليجن دومين، برضو موضوع الكوليجن دومين ده خاص بالهب بس، يعني ما اعتقدش انه ليه لازمه قوي، تمام. زمان في الشبكة في السبانينج تري القديمة الهلو كانت بتتبعت من السويتشات كلها للروت. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نتخيل مثلا ان هنا انا عندي سويتش، تمام، وفي مثلا كونكشن هنا، وتعالوا نتخيل ان اللينك ده وقع واللينك ده وقع، سويتش واحد او السويتش تعالوا نسمي دوت واحد اتنين برضو تلاتة اربعة، سويتش واحد اول ما يحصل فيه تغير، تمام، كان الاول بيبعت الهلو كده، فحصل تغير دلوقتي، ايه اللي هيحصل في السبانينج تري القديمة؟ حصل ان هو يبعت الهلو لسويتش اتنين ويقول له الهلو ديت وصلها للروت، سويتش اتنين ياخد الهلو يبعتها لأربعة ويقول لأربعة وصلها للروت، بعد كده توصل للروت. الموضوع طبعا مش كويس وبيحصل فيه ديلي بيبطئ الشبكة بتاعتي. فالرابت سبانينج تري عملت انهانسمنت. ايه الانهانسمنت؟ ان الهلو مش لازم يكون معمول له ديستنيشن للروت، لا الهلو ممكن يبعت بين سويتش عادي نون روت سويتش ونون روت سويتش، وبرضه بين اي سويتش في الشبكه يتبعت ما بينهم هلو. لكن في السبانينج تري القديمه كان الهلو بيبقى للديستنيشن بتاعته اللي هي الروت،
فطبعا لو حصل اي حاجة في الشبكة الموضوع بياخد وقت عشان الروت يعرف ان ان الشبكة اتغيرت او في توبولوجي تشينج، ويبدأ على اساسها يغير البورت اللي هو بلاجد. تمام، فدي انهانسمنت برضو في موضوع الرابيد سبانينج تري بروتوكول. طيب في بورت تايب، احنا قلنا عن الديزيجنيتد والبلاجد، تمام، عشان بس الموضوع بيلخبط شوية. احنا قلنا ان في الديزيجنيتد وفي روت بورت، صح؟ ديت الرول بتاعت البورت. يعني ايه الرول بورت؟ يعني حالة البورت، مثلا حالة البورت ان هو ديزيجنيتد فورورد، حالة البورت ان دوت روت. على اساس البورت رول بنقدر نشوف لو في انترفيس وقعت انهي انترفيس اللي نشغلها. تمام، لكن في حاجة تانية اسمها تايب. تايب دي زي كده البورت بيبقى ليه اسم في الشبكة بتاعته يعرفه انا متوصل بايه، او يقول للسويتش انا متوصل بايه. فعندنا البورت اللي موجود، يعني ان شاء الله دي هتوضح اكتر لو مش واضحة هنا في لما نيجي نعمل العملي بتاع ال RSTP. فعندي هنا مثلا الانترفيس دي عشان متوصلة باند ديفايس اسمها بوينت تو بوينت ايدج بورت. تمام، طيب الانترفيس دي عشان متوصلة بهاب اسمها شيرد بورت. تمام، اي بقى انترفيس بين سويتش وبين سويتش تاني اسمها بوينت تو بوينت. تمام، تاني الانترفيس اللي متوصلة باند ديفايس اسمها بوينت تو بوينت ايدج بورت. الانترفيس اللي متوصلة بهاب اسمها شيرد بورت. انترفيس بين سويتش وبين سويتش اسمها بوينت تو بوينت. تمام، طيب في حاجة تانية برضو اسمها بورت فاست. البورت فاست ديت يعني كونفيجريشن او امر بنحطه على البورت، تمام، لو البورت ده متوصل باند ديفايس. طيب يعمل ايه برضو الحوار ده، او ايه لازمة البورت فاست دي؟ البورت فاست الانترفيسز في الرابيد سبانينج تري قبل ما بتشتغل، احنا قلنا في السبانينج تري العادية الانترفيس بتعدي على ايه؟ على بلوك لسن ليرن، وبعد كده تبقى فورورد او ديسيبل، صح؟ طيب في الرابيد سبانينج تري بروتوكول الانترفيس بتبقى في ديسكاردنج او ليرنينج او فوروردنج. تمام، فانا قبل ما اعمل كونفيجريشن، يعني تخيلوا الانترفيس اللي هي متوصله ببي سي ديت، من قبل ما اعمل او ما عملتش فيها بورت فاست. قلنا بورت فاست ده امر بنحطه في الانترفيس، فانا لو ما عملتش الامر ده السويتش مش هيعرف ايه اللي هنا، هيفتكر ان في هنا كمان سويتش مثلا، او لسه ما يعرفش، فلسه ما يعرفش يعمل ايه، يعمل الديسكاردنج والليرنينج والفوروردنج. الانترفيس ديت تخش في حالة الديسكاردنج، وبعد كده تخش في حالة الليرنينج، وبعد كده تخش في حالة الفوروردنج، صح، بحيث ان هو يمنع اللوب. لكن في حالة البورت فاست الانترفيس انا بالظبط بقول للسويتش خلي بالك انت متوصل بيك اند ديفايس، ومش هيبعت لك اي بي بي دي يو، ومش هيحصل اي لوب، فلو سمحت خلي الانترفيس دي في الفوروردنج على طول. فاول ما اشغل السويتش والانترفيس معمول لها كونفيجريشن ببورت فاست، الانترفيس تخش في حالة الفوروردنج على طول، تبعت داتا على طول. تمام، طيب في حاجة تانية برضو اسمها البي بي دي يو جارد. تمام، ايه البي بي دي يو جارد دي؟ تعالوا نتخيل مثلا ان انا السويتش ده متوصل هنا البورت ده باند ديفايس، والاند ديفايس دوت في هاكر عندي في الشبكة، تمام، دخل على السويتش وقام بطريقة ما قام بعت بي بي دي يو، بعد بريدج بروتوكول داتا يونت للسويتش بباريوريتي واحد. تمام، احنا قلنا الباريوريتي اقل هي الافضل، ودوت مثلا ممكن يكون عليه باريوريتي 60، ده ممكن يكون 32000،
تمام 600 مثلا. فايه اللي هيحصل في الحالة دي؟ اللي هيحصل في الحالة ديت ان السبانينج تري هتعتبر الجهاز اللي هنا ده اللي هو اللابتوب ده، هتعتبره الروت بريدج، وتبدأ بقى تبدأ الداتا تتبعت عن طريق الروت بريدج دوت، والهاكر دوت يقدر يقرأ معلومات عن الشبكة بتاعتنا وهكذا. تمام، طيب ايه الحل للمشكلة زي كده؟ الحل للمشكلة زي كده ان انا بعمل برضو كونفيجريشن على البورت اللي متوصل باند ديفايس. الكونفيجريشن هو اسمه بي بي دي يو جارد. يعني ايه بي بي دي يو جارد؟ يعني ايه الامر ده هيعمل ايه في الانترفيس دي؟ كل اللي هيعمله بالظبط ان هو هيقول للسويتش الانترفيس ديت متوصلة باند ديفايس، فلو سمحت ما تقبلش منها اي بي بي دي يو. فهنا اول ما نعمل كده وبي بي دي يو تتبعت للسويتش، السويتش يقوم عامل لها دروب على طول، تمام، ما يستلمهاش. ده ان شاء الله يكون نهاية الفيديو دوت، وبأمر الله اشوفكم في الفيديو بتاع اللاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.